نعم بنسلينا هي بتعرف الاشعه كيف الشعر احنا عملنا اشعه فتت القلب وكده قال ما عندهاش حاجه بس بتشتكي من رجلها على طول. تمام. يعني هي رجلها بتشتكي بقى على طول. 16 سنة عندها. طيب عندها جالها اي دور برد او لوز او ايه؟ عندها شايلين لها اللوز. شايلين لها اللوز. طيب بص يعني هنحتاج تعمل شوية تحاليل. خلاص بس. رباب السيد. ده الرباب ده النهارده مش جاي يشوف في القافلة الطبية في حال المرض. هي أول مرة تجيبه أصلا؟ أنا أول مرة أجي في القافلة دي. شكل النظام هنا كويس؟ إيه اللي عاجبك؟ حلو إن إن لا يعني هي كده مجانا وبتاع ظروف الناس يعني الدنيا غاليه اصلا يعني يوم ما تروح للدكتور خاص بره تدفع لك قد كده لكن هنا مجانا الدنيا غاليه اصلا زي الناس تعبانه الغلا مخلي الناس تعبانه بتخلي اي حد ببلاش هيروح فيها. حضرتك دكتور ياسر؟ دكتور ياسر كلمنا النهارده على القافله الطبيه حاجه. القافله الطبيه يعني كويسه في عدد من المرضى كويس. بدأنا الساعة 9 صباحا شفنا لحد دلوقتي حوالي 40 مريض يعني وشايفه مفيدة جدا لأن المريض بيلاقي الرعاية يعني لو محتاج تحويل أو كده بنقدر نحوله على المستشفى ويلاقي رعاية طبية كويسة. فيش تجارب من الأهالي يعني في أهالي بيجوا ولا بيبقى عادي ولا محدش بيجي يعني؟ لا لا في استجابة كويسة جدا. هو امبارح يعني زميلنا اللي كان موجود امبارح شاف حوالي 120 حالة النهاردة وفي خلال ساعتين شفنا حوالي 50 حالة فده معناه ان في استجابة كويسة. تزامن القافلة مع الظروف الاقتصادية اللي بيمر بيها المواطن دلوقتي انت شايفة انها كويسة؟ ايه الكلام ده؟ يعني اكيد اي حاجة في صالح المواطن اللي هو بيبقى يعني المواطن المصري العادي جدا ما هتساعده شويه لو في احنا الادويه عندنا هنا بتصرف من القافله مجانا فده برضو بيساعد المواطن ان هو يلاقي الرعايه الطبيه اللي هو مش قادر عليها مش مقدرته طبعا يعني. لا هنا كويسين يا ريت كده كل فتره يدونا والله يعني بره العلاج غالي زاد النص عشان تجيب حدا زاد طقطقين يعني صراحه هنا كويسين جدا والله. ما بكشفش يا دكتوره ما بلقاها غالي وانا معي 7 عيال يعني ما بقدرش اروح عيادات خاصه العياده اقل حدا فلوس غاليه جدا والله. هي بصراحه بالنسبه للظروف الاقتصاديه يعني هي يعني دي كويسه ان لان الواحد بصراحه العيشه بقت غاليه دلوقتي فيعني هي بصراحه الموضوع ده كويس جدا يا ريت يعملوه كل سنه او كل فتره يعني كل شهرين ثلاثه مره لان الناس تعبانه فعلا. انا معايا ثلاثة ويعني كل اللي ايديه مكسوره لسه والله لسه عامله له عمليه بالشيء الفلاني فيعني الحمد لله. في بنات بيبقى رفيعه جدا وعايزه انها تدخل على طول وبتاخد كورتيزونات طب كل شويه انا عايزه حقنه كورتيزون انا عايزه برشام كورتيزون وعلى طول وتلاقيها اتمالت فعلا وتخنت. طب ايه خطوط الكورتيزون ده؟ اول حاجه هو بيقعد يجمع ميه تحت الجسم طب هيعمل لي ايه بعد كده هيتخني انا كده وصلت للنتيجه. لا انت ما وصلتيش للنتيجه انت حصل لك هشاشه في العظام ضغطك هيعلى مناعتك هتضعف. طب انا لو مناعتي ضعفت ايه المشكله؟ المشكله ان الجهاز المناعي اللي عندك ده يعتبر جيش اللي بيدافع عن جسمك اي عدوى او فيروس او بكتيريا او اي مرض جالك اللي هو الجهاز المناعي ده بيدافع عنها.